بريشتنا نرفض ونطالب. معرض عم بيتقدم اليوم افتتاحه بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية ب 24 نيسان. تفاصيل أكثر حول هالحدث مع ضيوفنا من التكيان كلتشرال كوميتي. برحب بالسيدة لينا أيدينيان، أهلا وسهلا فيكي. وبرحب كمان بالسيد كبار كاتشيريان، اهلا وسهلا فيك سيد كبار، شرفتونا. هالحدث بيصير لاول مره من تنظيم تكيان كلتشرال كوميتي، لمحه سريعه عن هالجمعيه الثقافيه. جمعيه ثقافيه مؤسسه من 70 سنه ودوره اعمال ثقافيه واجتماعيه بلبنان، انه منجرب انه نعرف عن الثقافه الارمنيه بالمجتمع اللبناني، واكيد نحن بما انه خلقانين ولبنانيه من ندمج الثقافه، نجمع الثقافتين مع بعضهم. ودليل على ذلك انه المعرض اللي عم ننظمه كله الفنانين لبنانيه لبنانيه هن. كانت الفكره انه كيف الشخص عايش مع الناس المجتمع الأرمني كيف بيفكروا عن الإبادة الأرمنية، من هون طلعت الفكرة. وقررنا أنه ننظم معرض بجبال ببلدية جبال. نعم، وهون المسؤولية بتوقع على 24 فنان عم بيستخدموا هالموهبة اللي عندهم حتى يجسدوا هالذكرى الأليمة اللي مرسخة بقلوب كل الأرمن. بدي زيد إنه بين 24 فنان في فنان أصله من العراق ومن سوريا، وهال 24 فنان في منهم في من كل الطوائف، من كل الأحزاب، مجتمعين بهالمعرض. يعني 24 فنان من عدة جنسيات، عرب كلهم عرب او في اجانب كمان؟ كلهم عرب. وبيناتهم يعني من كل الاحزاب والاديان. وهيدا برهان انه في يونيون وفي محبه بين كل العالم، والانسانيه ما فينا تجمعنا كلنا. شو ما كان الدين، لا بتميز لا بالدين ولا بالجنسيه ولا بالعرق. نعم. والفن هو همزه توصل بين المجتمعات، كرمال هيك بنركز على الاعمال الفنيه، لانه الفن ما له دين، ما له حزب، ما له، هو الثقافي هيك. وعملنا هالايفنت ليه؟ لانه طلع علينا صيت الارمن انه بنلف على بعض بنلف على بعض. حلو، صراحه ما بنندمج كثير بالمجتمع اللبناني. مش بس غلط انه تلفوا على بعض، بالعكس هذه نقطه قوه ست لينا، ونحسدكم عليها. اوكي، بس نحن كمان بنحب اللبنانيين بمختلف طوائفنا بنتعلم هالشيء منكم، في اشياء كثير بتتغير. مزبوط، بس كمان بدنا نبين انه نحن لبنانيه اولا. نعم. وثانيا من اصل ارمني، بنفتخر نكون لبنانيين. يعني هيدي من الاسباب اللي دفعتكم حتى تفكروا بتنظيم هالحدث. من العلبه اللي نحن دائما بنكون فيها، ونعرف عن تاريخنا وعن آلامنا. وكل فنان عمل دراسة عن تاريخ الأرمن والإبادة وتأثر بهالموضوع، وكل واحد تعبر. ولكن في فنانين من أصل أرمني كمان مشاركين؟ لا، في شخص كسيمبول، شخص واحد سيمبوليك. لأنه عاملين للمعرض بجبال، حبينا مسيو أندري كالفايان، فنان أرمني، صح، كان ضيفنا أكثر من مرة، يشترك لأنه هو ابن جبال. رح يعرض معنا مثل سيمبول أرمني بهالمعرض. بس بقية الفنانين ال 24 هن لبنانية، وفي سورية، عدد منهم من أصل عربي. يعني مبادرة أكيد بتستاهل التقدير، تضامنا معكم أولا كشعب، وثانيا مع قضيتكم أكيد اللي كنا نتضامن معكم فيها. ذكرى أليمة عم تستعملوا جمال الفن حتى تجسدوها، هالشي صعب بتصور لينا؟ صعب، بس لازم نمرق بهالتجربة، ولازم كل فنان يمرق فيها، وخاصة هلأ عالم العربي كتير مأثر بالمجازر، خاصة بسوريا. بقى حسينا انه المعرض، تركيب المعرض كان كثير هين، يعني ربطتوا الاحداث اللي صارت مع حوالينا الابانه الارمنيه مع الاحداث الوحشيه اللي عم نعيشها اليوم. لانه عم تتكرر منطقتنا كلها، عم تتكرر، وبتحسي انه نفس يمكن التاريخ والوقت بيختلف، ولكن الظروف هي ذاتها. مع انه في فرق بين الاباده والمجزره. نعم. المجزره بتكون مساكر، يعني بيقتلوا عالم عشوائيا. نعم. بس الاباده كانت منظمه، مخطط. هيدي معنى الإبادة، يعني كان بدهم يلغوا أثر الأرمني على
على الكون يعني. اثبات انه ما قدروا يلغونا، انه بعد 100 سنه 102 وقاعدين نحن بالاستوديو ام تي في، بعدنا عم نفكر وعم نحكي وبدنا نستمر وعم نطالب بعدنا عم نطالب وبدنا نستمر لا يوصل حلونا، لانه بيختصر كل شيء عنوان المعرض، نرفض ونطالب وبنا نستمر بهيدي الفكرة. 24 فنان و24 رؤية لهلا الذكرى الأليمة. نعم، كل واحد عنده أسلوبه وعنده طريقته بالتعبير، وفي في طريقة كتير حلوة عبروا فيها، و ان شاء الله يكون المعرض ناجح. واليوم الافتتاح، وين راح يكون المعرض واي ساعه بالضبط؟ مركز الثقافي لبلديه جبال. نعم. بحديقته بده يكون، وبرعايه بلديه جبال والتعاون سفاره الجمهوريه الارمنيه بلبنان. نعم. وبدنا نشكر كمان لاستاذ زياد حوات، لانه هو كثير عطانا، هو داعم لكل الفنون، هو داعم لكل الاعمال الثقافيه اللي موجود بكل بدون ما يحط اي فرق بين اي مجتمع بلبنان. يعني بنشكره كمان مره لاستاذ زياد. المعرض مستمر من اليوم لغايه 22، هو كان مبدئيا ل 22 بس اجلنا لنهار الاحد. حلو، مدته ليه؟ لانه نهار الجمعه دكتور سمير جعجع عامل ايفنت بمعراب. نعم. بذكرى الاباده الارمنيه. بقى طلبوا منا انه ننقل المعرض من جبال على معراب. هيك بيكونوا كلهم كمان مبادره كثير حلوه تضامنا معكم. شو بتشعروا لما بتشوفوا ان كان زعماء او فنانين او اشخاص من مختلف المجالات عم بيقوموا بهيك خطوات تضامنيه معكم؟ يعني حلو الواحد يسمع انه نحن حدكم. نحن هيدا الاحساس، ما بعرف بالكلمات كيف بدي أعبر، بس أنه شعور. مثلا أنا اليوم بفكر شو كنا عم نعمل بكل أرمني بكل منطقة دول العالم، أنه نتذكر أنه صار شيء لوجودنا، صار بلبنان بسوريا بالعراق بالمنطقة كله. إذا منشوف شخص وقف حدنا وعم بيعبر عن نفس الشعور، شعور ما بيتفسر، أنه أكيد أنه بتحس حالك تندمج أكثر بالمجتمع. نعم. لأنه بتحس أنه في شخص صديق رئيس زعيم، بتشعر بالانتماء أكثر، بالانتماء أكثر، وبتحس أنه قضيتي أنا له حق حقاوي. صح. لو محق، لو منه محق ما منلاقي هالقد بالمجتمعات أنه ناس بيتضامنوا مع الشعب الأرمني. نعم. سيد كيفورك، هالمعرض منه موجه بس للشعب الأرمني، بس تنوضح للمشاهدين. أكيد. أولا لمحبي الفن. أكيد. بالدرجة الأولى الفن التشكيلي. مزبوط. كمان لكل لكل العالم اللي بيحبوا يجوا يطلعوا عن الرسامين. هو الفكرة أساسي أنه الفنان اللبناني من منظاره كيف بيشوف. نعم. الإبادة الأرمنية. هلا الذكرى أليمة، يعني في وجع في حزن، هل الأعمال الفنية ضمن هالمعرض كلها بتعكس هالشيء؟ مش كلهم. يعني هل في رسائل أمل؟ هل في تفاؤل؟ في منهم حاطين رسائل أمل، وفي منهم لا، معبرين بألم تجاه الإبادة، وفي تنوع بالأفكار والألوان. الأعمال ضمن هالمعرض انعملت خصيصاً لهالمناسبة؟ خصيصاً لهالمناسبة. صارنا تقريباً شيء 4 أشهر عم نحضر، عم نشتغل عم نحضر لهيدا المعرض لتنجح. وبنهاية المعرض لنذكر المشاهدين أنه عم نتبع كتاب. نعم. خصوصي لهيدا المناسبة بضم كل الأعمال وهيدا الأعمال. الكتاب بدو ينعرض بلبنان بجبيل اليوم، وبعدين اسم منهم بدو يتحول لأرمينيا. نعم. لأنه هيدا كمان هدف آخر لإلكم، مش بس كتالوج ككتالوج، في دوكيومنتير كمان. دوكيومنتير أنه كيف عملوا، أنه شغل يعني كتير مهم. يعني رح تعملوا كتاب بضم كل الأعمال المشاركة، دوكيومنتري مصور يعني؟ مصور بقلب الكتاب. نعم. عن جبال، عن الأورفلينا بجبال. نعم. الأورفلينا الأرمن بجبال. والقطع أو اللوحات المعروضة بهالمعرض عم بتخططوا أو عم تشتغلوا على نقلها كمان لإقامة هالمعرض بأرمينيا السنة الجاية. بلشتوا الاتصالات. نعم. أكيد مع وزارة الثقافة بأرمينيا. نعم. لينا، عرفنا انه ال24 فنان المشارك بهالمعرض رح يحصلوا على جوائز؟
على سيرتيفيكا دو جواز تقديرية. تقديرية من أرمينيا من وزير الثقافة. آه حلو. نعم. هذا تقدير رسمي. نعم لهم. أكيد. أكيد هيدا أقل شيء. نشكر الفنانين. منهنيكم على هالهم عمل، ونحن أكيد من ضمن صوتنا لصوتكم ومنقول نطالب ونرفض معكم عقبال السنة القادمة كمان نضوي أكثر على هالموضوع إذا ما تحققت مطالبكم اللي هي مطالبنا كمان نحن. 20 نيسان اليوم لغاية 23 نيسان بحديقة جبال المركز الثقافي. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا. وقفي مشاهدينا ومنتابع حلقتنا.